أيضا يعني كانت هناك بعض التصريحات التي جاءت لي وتؤكد بأن التوغل البري العسكري يعني مترقب وسوف يمتد لثلاثة أشهر بحسب ما قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية. لكن تحديدا في غزة يعني الهلال الأحمر الفلسطيني كان قد ذكر أن إسرائيل لم تحدد سقفا زمنيا لإخلاء مستشفى القدس في غزة، وكانت إسرائيل قد حذرت يعني أو أرسلت ثلاثة تحذيرات مباشرة للمستشفى وذلك للإخلاء. طبعا المشهد يتكرر بالنسبة للكوادر الطبية التي تعمل في مستشفيات القطاع، هناك إصرار من قبل هذه المستشفيات على البقاء وتقديم الرعاية الصحية وتقديم ما يلزم للكم الهائل والمتصاعد والضغط الكبير على مرافق هذه المستشفيات التي يزداد الضغط عليها أصلا، وذلك بعد أن خرجت مجموعة من المستشفيات عن الخدمة نتيجة لتواصل واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع. إسرائيل كانت قد أمهلت إذن مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه، وذلك يأتي ضمن سلسلة من المشاهد المتكررة منذ بداية هذه الحرب بإلقاء الجيش الإسرائيلي المناشير على أو المنشورات على سكان قطاع غزة تحديدا في منطقة الشمال، والتوجه جنوبا بعد وادي غزة إلى خان يونس. أيضا قبل أيام كانت هناك شاحنة أو أكثر تنقل مجموعة من الفلسطينيين الذين نزحوا من تلك المناطق، قصفت هذه الشاحنات بشكل مباشر ووصلت إلى المستشفيات. معي مرة أخرى من غزة الكاتب الصحفي نضال خضرة. هذا المشهد بحاجة للتعليق يعني نضال، بأنه الجيش الإسرائيلي يرسل ثلاثة تحذيرات والآن يقول مع المستشفى أقل من ساعة لإخلائه، نتحدث عن مستشفى القدس. نعم هذا من منذ ثلاثة أيام، وهو وبرغم أن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني ناشدت المجتمع الدولي وقالت أن هناك ما يقارب 500 مريض في المستشفى وهناك ما يقارب عدد من المرضى في العناية المركزة ويصعب أصلا نقل هؤلاء المرضى، إضافة إلى 12 ألف نازح رفضوا أن يخلوا هذه المستشفى، إضافة إلى 4 مدارس للأنور ويعني بجوار المستشفى. يعني هناك جنون، يعني عندما يطالب الاحتلال بإخلاء هؤلاء الناس برغم أنه لم يعد هناك أماكن للنزوح، لم يعد هناك أماكن في وسط قطاع غزة، كل المدارس الأنوروا في وسط قطاع غزة وفي خان يونس كلها ممتلئة حتى منازل المواطنين. نحن متابعين يعني بشكل دقيق جدا في تواصل، لأن هناك بعض يعني عفوا نضال يعني بلغة الأرقام، ويقال إن لغة الأرقام لا تكذب، قطاع يعيش فيه مليون أكثر من 2,200,000 يعني مقسمين على مناطق الشمال والجنوب، كيف سوف يتم إخلاء 1,100,000 مواطن في شمال قطاع غزة إلى منطقة ضيقة أصلا في جنوب القطاع، بالعلم عن أنه المنطقة الشرقية في الجنوب أصلا تحاول إسرائيل يعني إخلاءها؟ هذا كلام دقيق جدا، وأنت يعني قارئ جيد للواقع. عدد سكان مدينة غزة ومحافظة شمال غزة يتجاوز 1,300,000، وليس كما تتحدث بعض وسائل الإعلام 1,100,000. هؤلاء 1,300,000 يوجد ما يقارب 500,000 نازح في مدارس الأونروا، يوجد ما يقارب أكثر من 150,000 نازح في داخل بعض في داخل المستشفيات في 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 محافظة غزة وفي بعض مدارس الأنور وفي محافظة غزة وفي الكنائس وفي في أكثر من مكان. الحديث أن هناك ما يقارب أكثر من 600,000 مواطن موجودين في بيوتهم لم يتمكنوا من الخروج ولم يخرجوا لعدة أسباب شرحها طول. أبرز هذه الأسباب
جزء كبير منهم ليس لديه الإمكانيات للخروج، الإمكانيات المادية للخروج، لذلك 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 هؤلاء باقين في أماكنهم وهؤلاء مهددين. وإسرائيل تحاول كل يوم من خلال المنشورات ومن خلال الاتصالات على هؤلاء المواطنين والإسطوانات التي تقوم بالاتصال على هواتف هؤلاء المواطنين من خلال الإحداثيات الذي يحددها الاحتلال، برغم ذلك لم يغادروا. والأخطر، أنا أعطيك بالأرقام، أن هناك عدد كبير من المواطنين موجودين في أماكن النزوح في وسط قطاع غزة وفي جنوب قطاع غزة عادوا إلى منازلهم من الصعوبة التي واجهوها في قلة المياه وفي قلة الخبز وفي صعوبة في 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 في, في أشياء كثيرة يطول شرحها. الوضع في المدارس الوضع كارثي، إضافة لأنه الضغط أصبح في وسط قطاع غزة وجنوب قطاع غزة في موضوع الدقيق، يعني المخابز تقريبا في 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 أغلب المخابز في وسط قطاع غزة وفي جنوب قطاع غزة تقريبا تعطلت، لأنه هناك عدد كبير من المواطنين، لذلك جزء كبير من المواطنين بدأوا يرجعوا إلى منازلهم. وهذا وبالمناسبة نضال، يعني طبيعة الحال، يعني طبيعة الحال، يعني نفقد الاتصال يعني مع مراسلينا مع ضيوفنا، طبيعة الحال. شكرا جزيلا من غزة الكاتب الصحفي نضال خضره.